طبعا زي ما انتم شايفين معانا كده سمكية وار 111 لسه طالعه من البحر اهي، بسم الله ما شاء الله صاحيه بتلعب اهي. على فكره مش موجوده في السوق كله، انا دورت عليها ما لقيتهاش خالص. السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم في فيديو جديد. معاكم إيمي من قناة إيمي وهنونة. النهاردة إن شاء الله هنشوف مع بعض تشكيلة أسماك صحية زي ما احنا شايفين كده عند الباشمهندس بهاء هنا داخل سوق الأنصاري. نشوف مع بعض. السلام عليكم يا باشمهندس، ازي حضرتك؟ شايفة تشكيلة ما شاء الله من الأسماك الصحية الجميلة. يا ريت تقول لنا بقى الحاجات اللي موجودة عندك. زي ما احنا شايفين كده ده مرجان أبو عتب كده اللي ما بياكلش غير الجمبري. المرجان ده كده حاجة بسم الله ما شاء الله صحية كده زي ما احنا شايفين. بسم الله ما شاء الله. الجودة عندنا رقم واحد، أهم حاجة عندنا إيه الجودة؟ سمكة تنفجر من ديلها تقف على حيلها. أهم حاجة عندنا إيه الجودة؟ ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله. الجودة عندنا رقم واحد. وزن الواحدة قد إيه مثلا يا باشمهندس؟ إحنا معانا الميزان أهو، ممكن نحطها على الميزان ونشوف. يعني 2 في الكيلو تقريبا او اكتر. تقريبا هو 2 في الكيلو او اكتر شويه. بالظبط اه. وبعد تعمل لها نص كيلو او اقل شويه اكتر شويه، يعني الاثنين ان شاء الله يعملوا. حضرتك بتتسوق منين يا باشمهندس؟ احنا بنتسوق من سوق الجمله عندنا هنا، او بنتسوق من على البحر من الموانئ، وفي شغل صيادين بيجيبوه لنا. يعني عندنا حاجه صيادين بيجيبوه لنا، وده حنش صاحي اهو. اه ده صاحي ما شاء الله. ده طبعا ميه عذبه. ده ميه عذبه، ده واحد صياد طبعا بلدي يعني. اهو الحنشان الصاحي. وطبعا المهندس بقى دايما معاه الحنشان الصاحي او سمك التعبان. ده بلدي طبعا مش مزارع. بسم الله ما شاء الله. دي سردينه بس ده دي سردينه بلدي. ده كيلو كده انا جايبه ليا انا يعني استخدام شخصي. ده بقى ايه حضرتك بتخليله؟ لا ده انا هشويه، انا بحب اشويه بالرده وبعد كده يتحط عليه شرش كده اللي هو عباره عن خل وتوم على كده بقى. انا وشيف سعر الحنشان كام؟ حنشان البلدي ده بيبقى عامل حوالي 250 جنيه، المزارع بيع 160 جنيه. وسعر ال اللي انت ما تعرفوش بس هو يبقى رينج 150 جنيه. طبعا الاسعار دي يا باشمهندس شامله النقل لان حضرتك دايما شغال اونلاين. صفحتنا اسمها اتلانتيك سويت بهاء الراودي، بنعرض فيها كل الشغل اللي عندنا اللي حابب. زي ما انتم شايفين معانا كده سمكيه وار 111 لسه طالعه من البحر اهي، بسم الله ما شاء الله صاحيه بتلعب اهي. على فكره مش موجوده في السوق كله، انا دورت عليها ما لقيتهاش خالص. موجود الوقار السويسي. لا ده 111 وحاجه كده ايه، بسم الله ما شاء الله السمكه لسه صاحيه مظبطه كده زي ما احنا شايفين. دي كام كيلو دي يا باشمهندس؟ دي حوالي 15 كيلو ونص او 16 كيلو. بسم الله ما شاء الله. حضرتك بقى بتبيعها ايه في الهات ولا بتبيعها؟ دي هنعملها إيه؟ دلوقتي مع بعض ان شاء الله هنعملها فيليه وجزر، يعني هنعمل مصاع فيليه وهنعمل مصاع جزر. تمام؟ تمام. دي اسمها موسى خليج، الموسى دي طعمها جميل جدا على فكره وليها اسم تاني، يعني في ناس بتسميها مسميات تانيه. ايه بقى؟ السمكه دي اهم حاجه بصراحه، يعني احنا مشهور هنا عندنا باسم موسى. موسى؟ ليه اسم تاني بس انا يعني مش عشان مش متداول فمش متذكره دلوقتي والله. تعمل ايه بقى السمكه دي؟ السمكه دي طبعا بتتسلخ تمام؟ وبتتعمل جزل وبتتقلي، ممكن تعمل صواني. بس هي لازم تتسلخ الاول. اه طبعا لازم تتسلخ. الناحيه الثانيه بتاعتها. بس اهم حاجه في السمك ده، لان السمك ده اسمه سمك خليج، فلازم يكون جودته عاليه، السمك ده لو جودته مش عاليه ما يتاكلش. لكن بص بقى تعرف جوده السمكه دي منين؟ من عينيها. بص ركز على عينيها قوي كده، دي عينيها زي الازاز. نفتح خشمها كده تلاقي خشمها حمراء زي الدم. بص جسم السمكه زي الحديد. وظبطوا لسه، كل سمك وظبطوا. دي بتبقى فيها شوك كتير؟ لا لا بالعكس خالص، شوكها خفيف جدا وطعمها جميل جدا جدا جدا. تعمل ايه؟ تعمل انا احلى حاجه ليها القليه، ممكن تعمل صياديه او صواني. والرينج كام الاسعار؟ ده مش غالي يعني رينجها 80 جنيه 80 90 جنيه. بعد التنظيف؟ لا قبل التنظيف وزنها كده يعني مثلا حوالي 2 كيلو. تمام؟ دي هتعمل لها حوالي 160 جنيه مثلا. والرينج الاسعار في السمكه دي؟ الوار 111 ده النهارده الحجم ده يعمل له 200 جنيه مثلا، 180 200 جنيه. 180 ل 200 جنيه في حارب. عندنا اهو مكرونه بس دي خلاص اتنضفت واتغذفت. تمام؟ ده احنا بنقول عليها في السويس حارب، طبعا في القاهره بنقول عليها مكرونه. زي ما انت شايف برده قرب على عين السمكه هتلاقي ايه الجوده بتاعتها ايه. زي ما انت شايف كده السمك ايه لسه طالع من البحر. ما شاء الله. عامل كام الحارب؟ السمك ده متغلي متنضف ومتغذف تاني، دي طلبات بتاعت عملاء عندنا. عامل كام الحارب يا مكرونه النهارده 80 جنيه. بس الجوده زي ما انت شايفين والحجم زي ما انت شايفين. طبعا ده عشان التوصيل لحد القاهره. تمام. جمبري
ده كان حد طالب مننا جمبري تويشن قشروا له جمبري بلدي. جمبري بلدي الكيلو فيه 30 واحده زي ما احنا كاتبين على الطبق كده او 35 نسميه 30 35 ده عامل 250 النهارده. ده يعني قبل التقشير كيلو قبل التقشير بيبقى حجمه طبعا باين ان هو حجمه كبير كان 250 ده سعر السوق على فكره. في السوق كله هتلاقي 250 240 حسب بقى في ناس بتحط فيه ميه فبتنزل السعر شويه. هو سعره متجاور النهارده 250 جنيه. بتوصل اوردرات ايام ايه في الاسبوع؟ بنوصل اوردرات لجميع محافظات مصر على فكره طول الاسبوع. اي محافظه في الجمهوريه بنوصل لها. بنوصل للقاهره جمعه وسبت مجانا. توصيل القاهره لغايه اماكن محدده جمعه وسبت مجانا. رقم الواتساب بتاعنا اللي التواصل عليه عشان خاطر الاوردرات 100 22 150 30. الصفحه بتاعتنا اسمها اسماك السويس بهاء الراودي. تمام. بنعرض عليها كل شغلنا ده اسبوعيا. انا بشكرك جدا يا باشمهندس. انتظروني بقى الحلقه اللي بعدها حلقه تنظيف وتقطيع اكبر سمكه وقار 111 زي ما انتم شايفين. طبعا هيعملها معانا المعلم ابراهيم. وعشان الفيديو ما يطولش عليكم اكتر من كده ان شاء الله انتظروني في فيديو جديد. وما تنسوش بقى اللايك والاشتراك. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. لو عجبك الفيديو ما تنساش تتفرج على الفيديو ده وكمان الفيديو ده وتعمل اشتراك للقناه وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديدنا.